السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. طبعا زر الاشتراك تحت اضغطوا عليه. يا جماعة الخير، اليوم وصلنا تويوتا لاند كروزر موديل 2018 جي اكس ار، وارد عبد اللطيف جميل، 8 سلندر فل كامل، يسمونه جي اكس ار 3. سعر السيارة في حدود 230 ألف ريال تقريبا، يعني السيارة لتوها واصلة، يكون سعرها شوي غالي. السيارة جاء عليها بعض التغييرات الحلوة والجميلة صراحة. أبدع عبد اللطيف جميل في موديل 2018 بالنسبة للجي اكس ار، صراحة صار منافس شرس 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 للباقي. عموما ناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج. طبعا الباقين يعني واحد يحسب المنافسة بينه وبين الباترو، ما له شغل، المنافسة تكون بينه وبين وارد البريمي، وارد الفطيمي، وارد الساير إلى آخره. هذه المراية تغيرت، صارت زي البريمي. وهذه السيارة من الخلف. والحين نتكلم عن مواصفاتها بشكل كامل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تعجبكم السيارة. المحرك زي ما هو V8 8 سلندر 4.6، طبعا المحرك بنزين 304 حصان تقريبا. بالنسبة للجير فهو أوتوماتيك من 8 سرعات توبترونيك. نظام الدفع فهو دفع رباعي مستمر، دبل خفيف دبل ثقيل، وعندكم نظام الزحف، نظام الالتفاف 360 درجة. المواصفات الخارجية للسيارة، نتكلم عن فتحة سقف، نتكلم على بودي كت في الصدام الامامي والصدام الخلفي، نتكلم عن انوار الزنون بالنسبه للنور الواطي، طبعا مو شغال الحين لكن في انوار زنون للنور الواطي، والعالي عندكم هيلوجين عادي، انوار ال اي دي غسيل الانوار الاماميه، وعندكم كشف الضباب ال اي دي، حساسات اماميه عدد 2 زي ما تشوفون في الزوايا الاماميه للصدام، والجنوط الالمنيوم مقاس 18 انش، والطاية جانبية فيبر طبعا، وزيج كروم جانبي لاند كروزر. عندكم اشارات بالمراية، مقابض ابواب كروم، حناية عفش، وعندكم جناح خلفي. نجي لخلف السيارة اخوان الكرام، زي ما تشوفون هذا البودي الكت الخلفي، عندكم هوك خلفي وحساسين خلفيات. الابرامي يجي 4، السعودي يجي 2 فقط لا غير. نروح الى خلف السياره، وزي ما تشوفون اخوان الكرام تويوتا لاند كروزر ستيشن، عربة دفع رباعي مستمر 4.6. كل لتر بنزين تمشيك 8.4 كيلو. تقييم السياره سيء جدا اكيد، لانها جيب يعني بالاول والاخير اكيد تصرف بنزين على عبر السيارات الصغيره، هم يقارنونهم للاسف مع الكرولا مع اليرس، فاجباري تكون سيء جدا. طبعا اخوان الكرام سياره دخول ذكي، هذه مفاتيحها، تغيير المفتاح عن الموديل السابق، زي ما تشوفون شبيه بالهايلوكس عندكم بس صار حجمه اكبر عن الموديل السابق. عندكم اغلاق وفتح وجهاز انذار، وعندكم تشغيل عن بعد، الخاصيه موجوده. خلينا نروح لشنطه السياره، نشوف شنطه السياره ونتكلم عنها. بسم الله، هذه شنطه السياره اخوان الكرام. طبعا عبد اللطيف جميل هو الوحيد اللي يحط لك ربل خلفي على المرتبة الخلفية، طبعا اذا تبي تحمل او شيء تبي تصفط المراتب في عندك حماية هنا. عندكم موتور الهواء موجود، البرايم للمعلومية ما هو موجود الموتور هذا فيه، البرايم للاسف ما جاء الميزة هذه فيه. سكر الشنطة. عموما نتكلم عن الفولت برضو، هنا عندكم منفذ طاقة كهرب، وزي ما تشوفون برضو حتى المراتب الخلفية تغيرت شوي، صارت الدكاتة اكبر، نتكلم عليها بعد شوي. ندخل السيارة، هذه السيارة من الداخل، المراتب الأمامية، كرسي الساق أكيد كهربائي، والسيارة أكيد تصنيع ياباني، للآن ما جت تجميع زي ما يقولون بعض الناس تايلند. وهذه السيارة من الخلف، اكيد وصلت التكايه الجديده، هذه هي التكايه، عفوا مو بالتكايه الجديده، التكايه موجوده من 2016 لكن عبد اللطيف جميل ما جابها الا ب 2018، كانت تيجي بدون تكايه خلفيه. الشاشات الخلفيه اكيد كان نزل الدي في دي كان فوق ونزل، صارت شاشات موجوده بالخلف عدد 2 على عكس الدي في دي اللي كان واحد فقط. طبعا اخوان الكرام الحين داخل السياره، نتكلم عن السياره من الداخل. زي ما ذكرنا لكم لها الله، سياره تشغيل ذكي مع خاصيه التشغيل عن بعد، وعندكم لها الله هذه مفاتيحها، هذه مفاتيح السياره اخوان الكرام،
زي ما قلنا لكم المفاتيح تغيرت فيها خاصية التشغيل عن بعد، السيارة تشغيل ذكي، منافذ الدخول الذكي، باب السائق والراكب والشنطة الخلفية. المقاعد مخمل زي ما تشوفون باللون البيج، هذه هي. عندكم الزجاج كهربائي وتلمسة واحدة، المراية كهربائية وفافورة خاصية الطي الأوتوماتيكي، أول ما تقفل الأبواب صار تقدر على طول المراية تتصفط معك، الرباقات الجانبية تطفية من هنا، مستوى الإنارة الخارجية تقدر تحكم فيه من هنا، مو كشاف الضباب، غسيل الأنوار الأمامية من هنا حيكون، وعندكم الحساسات الخلفية وكشاف الضباب الأمامي من هنا. كشاف الضباب الأمامي أكيد تركيب من الوكيل، لكن الميزة أنه على الضمان 3 سنوات أو 100,000 مع ضمان السيارة، فما تخاف منه. يعني اذا صار عليه لا قدر الله ماس الى اخره. قلنا لكم سياره زجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، السياره فيها تحكم بالدركسون، نظام الصوتي مع بلوتوث، تخشيب بالدركسون، تخشيب على الابواب، على الطبلون، طبعا حتى الابواب الخلفيه فيها تخشيب. مثبت سرعه، طبعا هذا عدد السياره الان بالشكل الكلاسيكي، للاسف اللاند كروزر الى الان ما تطور بالنسبه لفئه الجي اكس ار انه يجي فيه عداد رحلات، الظاهر الموديل الجديد هو اللي حيجي فيه الميزه هذه. الشاشة الملاحة طبعا اخوان الكرام اكيد تغيرت الشاشة الموجودة، اضافوا لها عبد اللطيف ما سوى لها اي اضافات، لكن كبر الشاشة صارت بحجم اكبر، ما زالت على نظام الاندرويد الجميل صراحة، نشوفها من اجمل الانظمة للامانة، واشوف افضل من نظام الوكالة اللي يجي جي بي ال يعني كتصميم. لكن هناك وش الميزة؟ نظام صوتي يختلف، كل شيء يختلف هناك يعني كمواد الى اخره، لان ذيك شاشه مصنع، طالع من المصنع نفسه طالعه شاشه لاند كروزر، اكيد يعني فيها نفس الجوده حقت اللاند كروزر، انها شاشه تكرف معك يعني مع عمر السياره الى اخره. عموما اخوان الكرام نرجع للشاشه، زي ما تشوفون البرايمي والفطيمي والوارد قطر ووارد الكويت كلهم جت شاشات مختلفه عن هذه، جت شاشات نظامها مختلف. قلت لكم اول ما صورت لكم البرايمي قلت لكم صراحه اشوف الشاشه سيئه، لان سحبوا منها نظام اندرويد، نظام اندرويد يعتبر مميز للامانه، قالوا في ناس فيها ميزات كثير وشاشات مصنع وخرابيط، وكل ابوها كل الشاشات اللي موجوده في اللاند كروزر باستثناء الفي اكس ار شاشات تركيب، حتى بعض من الفي اكس ارات تيجي شاشه عاديه مركبه تركيب. الشاشه الاصليه تعرفها بالنظام الصوتي الجي بي ال، كذا تعرف ان هذه الشاشه اصليه، نفس اللي موجوده في كتيب الوكاله، هذه شاشه اصليه. الكتالوجات الخارجيه هذه كلها اضافات من الوكيل، حتى لو قال لكم الوكيل جايه من المصنع يعني ما يحتاج، معليش انت مو بنقالي تصدق انه والله جايه من المصنع الشاشه هذه ما دام مضافه. يعني عندك عبد اللطيف جميل مع انه يركب ويعترف انه يركب، يقول لك الشاشه هذه مثلا تجميع تايوان معتمد من تويوتا، على عكس ذاك الوكيل يقول لك والله جايه اصليه من الوكاله، هي معتمده فقط من تويوتا، لكن هو شاف الاعتماد من تويوتا قال لك لا اصلي وكاله. عموما ما علينا ما ندخل في التفاصيل هذه. الشاشه هذه هي ما تغيرت فيها اي شيء، لكن جت بحجم اكبر وفيها كاميرا خلفيه. هذه هي كاميرا خلفية. المكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب بالاضافة لتكييف خلفي. طبعا فيها منفذ يو اكس موجود، عندكم فيها سي دي وفيها منفذ يو اس بي اتش دي موجود، كل المنافذ موجودة. نجينا منفذ الشحن اللاسلكي، للاسف الى الان عبد اللطيف جميل ما جابه، توقعت يجيبه لكن للاسف ما جابه. حتى البرايمي ترى كنسل، كان موجود عنده في 2016 في 2017 لكن ما جابه. منفذ طاقة هنا موجود. عندكم أنظمة السيارة، نتكلم أول شيء عن الجير أوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك. نظام السيارة طبعا أخوان الكرام دبل الخفيف طبعا من هنا، الدبل الثقيل من هنا، هذا ايش فيه كذا زال؟ أيوه هذا هو الدبل الثقيل، أنا فريته بدون ما أحس على نفسي. هذا الدبل الثقيل، الدبل الخفيف، هذا بالنسبة لنظام الدفع. في عندكم أخوان الكرام نظام الزحف، نظام الزحف زي ما تشوفون هذا هو إذا السيارة لا قدر الله غرزت عليك ما تعرف تطلع ولا شيء، هي سيارة الحالة تطلع نفسها. عندكم نظام الارتفاع 360 درجة، النظام هذا يستخدم أهل الجبال إذا يبغى يلف مكان ضيق ويبغى السيارة ما يروح يلف ويرجع يلف ويرجع، فالسيارة تلف بأرضها نوعا ما، يمسك كفر من الكفرات الخلفية إلى آخره. عموما تكتب في اليوتيوب نظام الارتفاع 360 درجة في اللاند كروزر حتشوفه وتشوف كيف يعمل. عندكم هنا تراكشن، عندكم هذا اذا نظام الجر اذا تبغى تسحب عربة او شيء، وعندكم هنا الباور اذا تبغى تتجاوز تريلا الى اخره. ان شاء الله اكون شرحت لكم عن الازارير هذه بالكامل وفهمتوها. عموما حامله اكواب الاثنين هذه هي موجوده طبعا درج. يعني صراحه لو حطوا اللون الرصاصي هذا خلوه تخشيبه يكون اجمل شوي. لكن كل شركه لها نظريتها. عندكم طفايه دخان الكرام اخوان الكرام هذه موجوده. دكايه جانبيه فيها درج واكيد فيها ثلاجه. مراية تعتيم داخلية
هذه اوتوماتيكية طبعا. وعندكم زي ما تشوفون بيت النظارة هذا هو موجود، انوار السقف هذه هي موجودة زي ما تشوفون لونها اصفر. بعض الوكلاء الخليجيين يجيبون باللون الابيض. فتحة السقف هذه هي. الشماسات هذه هي طبعا اكيد فيها مراية ونور شمس سائق والراكب. عبد اللطيف الجميل متميز بين الجكسارات الخليجية انه هو الوحيد اللي يجيب سنتر لوك في باب الراكب زي ما تشوفون اخوان الكرام، زي الفيكسار ما هي موجودة ترى الميزة هذه في الجكسار برايمي اللي صورت لكم اخر شيء، جكسار برايمي في الكامل جلد جميع المواصفات ما كانت الميزة هذه موجودة. فهذه تحسب برضو احد النقاط لعبد اللطيف الجميل. يعني صراحة بالنسبة لي انا انسان مثلا اشوف السيارة المناسبة لي انا اشوف احسبها النقاط هذه كذا كذا كذا. واحد يقول لا والله البرايمي سلة الليكزس، سلة الليكزس هذه تتركب في الغرابي ما يحتاج اصلا ما تجي من المصنع الجكسار نهائي. والله البرايمي فيه خط، الخط اركبه اذا انا حابب خط، بالعكس انا انسان اشوف الخط للهايلوكس فقط ما هو للجيكسار. فواحد يقول والله جلد، ممكن صراحة الجلد هو الشيء المميز في البرايمي عن عبد اللطيف جميل كتمييز حقيقي 100%. اما عبد اللطيف جميل انا اشوف الان في 2018 هو صراحة اللي جاب كل شيء. لا احد يقول لي والله شاشة تركيب، شاشة خلفية تركيب، كلها تركيب برايمي سعودي. وبالعكس يا اخوان كلمة حق اقولها في وارد عبد اللطيف جميل بالنسبة لي صراحة، مع اني انا الناس اللي تشوف فيديوهاتي صراحة بعض الاحيان عبد اللطيف يجيب اشياء مخنبقة بشاشات بسجلات الكورولا كذا، اقول لكم الصدق يعني اللي يطلع من بالي. لكن في 2018 الجيكسار انا اشوف عبد اللطيف جميل افضل بكل شيء، حتى الشاشات جودتها افضل، حتى الشاشات الخلفيه يا جماعه الخير ما تحسها مركبه نهائي على عكس وارد البرايمي اللي قلت لكم باين انها تركيب، باين تركيبها سيء يعني والله شغل الغرابي افضل منهم. عموما الحين خلصناكم مواصفات الاماميه اخوان الكرام للسياره. طبعا السياره فيها فرامل بيس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفراتر، باقات اماميه وجانبيه، وعندكم عدد 8 احسنة تمام. نروح للخلف ونشوف الشاشات الخلفية. بسم الله. طبعا الابواب مقفلة، وانا بالعادة كل ما جيت اصور فيديو اقفل ابواب. بسم الله. طبعا اخوان الكرام هذه السيارة من الخلف، عندكم اكيد مكيف خلفي. المكيف الخلفي طبعا يشتغل من هنا، له اربع فتحات تكييف بالسقف. بالنسبه لفتحات التكييف هذه تابعه للمكيف الامامي وليست للمكيف الخلفي. المكيفات التكييف هذا ما له دخل في المكيف حق سقف السياره، حق تابع المكيفات الامامي يسمونه مكيف ونص الى اخره. عموما اخوان الكرام نرجع للشاشات. زي ما تشوفون هذه الشاشات، هذه هي الظاهر ان تجي برضو نظام اندرويد والله اعلم. طبعا اكيد فيها متصفح، هذه هي صراحة جميلة جميلة للأمانة جميلة، حتى يعني مع انها تركيب لكن تحسها جودتها عالية، جودتها عالية متعوب عليها على قولتهم. التكاية هذه اللي ضافوها قلت لكم في 2018 موجودة في البرايمي من 2016، لكن عبد اللطيف جابها في 2018. هذه حاملة اكواب 2. نتكلم عن اهم الفروقات يا اخي. بشتري برايمي وش المميز؟ البرايمي مميز اخوان الكرام، البرايمي فيه خط طبعا، وفي شفت الصدام حقه فيه كلمه لاند كروزر، الجناح حقه جاي فيه كروم طبعا اكيد اضافه من الوكيل، حنايا العفش زي الليكزس، مقابض ابواب اللي صورت لكم مقابض ابواب البرايمي تيجي عليها زيجو كروم، اما عبد اللطيف جميل نفس المقبض كروم رسمي. بالنسبة للمواصفات الداخلية عبد اللطيف يتفوق، عندكم مطور هواء ما هو موجود في البرايمي، مطور الهواء اللي عبد اللطيف جميل زي ما وريتكم كأنه شد هو. طبعا ترى للمعلومية المطور هذا يجي بالفطيمي ويجي بالسعودي، فالظاهر انه برضه منتج اضافة من الوكالة نفس المصنع يطلع لهم للموزعين منتجات، فهم يقدرون يحطون نبغى كذا نبغى كذا. طبعا هذه تجي مثلا تجميع المطور هو مثلا يجي تجميع الصين، يجي تجميع تايلاند، تيجي من مصنع تويوتا نفسه، مصنع تويوتا نفسه يصنع لهم كاكسسوارات، يعني من باب انه برضه المصنع يدعم نفسه تقريبا. هذه ابرز المواصفات، يعني قلت لكم السعودي في برضه سنتر لوك في باب الراكب. انا اشوف صراحه اللي بياخذ يعني الميال للجلد ممكن ياخذ جكسار برايمي الجلد، لكن الميال المخمل مستحيل ياخذ البرايمي المخمل، نظرا ان السعودي يعني تفوق عليه بكثير من المواصفات. حتى السعر انا اشوف السعودي اكيد افضل، وموضوع الضمان اللي محجر فيه الوكيل برضو ممكن اخذ سعودي، اتغاضى شوي عن البرايمي، فتعرفون الوكيل محجر حيل في الضمان السيارات الخليجيه ما وده يدخلها. فعندك كثير نقاط اخوان الكرام نتكلم. انا راعي السلع، انا عندي سلع برايمي وسعودي المفروض امدح كل السلع، لكن برضو الزبون يهمني رايه، اهم برضو يهمني انه مثلا والله اعطيه شيء يستفيد منه هو برضو. اما السيارات كلها بتنباع كلها بتروح
مشكله بتيجي. فعموما اخوان الكرام لك الحريات الخيار، تشتري ابراهيمي، تشتري سعودي، تشتري قطري، تشتري كويتي، تشتري اللي تبغاه، فلوسك وانت حر فيها. طولت عليكم اخوان الكرام بالفيديو، لا تنسون ضيفوني على حسابي بسناب شات، هذا هو طبعا ضيفوني على حسابي بسناب شات، هذا هو عندكم سلام. ضيفوني على حساب سناب شات، ولا تنسون تحميل تطبيق معرض عماد الدين للسيارات، عندكم تحت بالأوصاف طبعا عفوا بالوصف موجود تحت، تقدر تحمل تطبيق جوالك ايفون ولا اندرويد. وبرضو اذا ما ودك تدخل تدخل على الروابط هذه، تقدر تقدر تبحث في متجر جوالك اندرويد ولا ايفون عن معرض عماد الدين. طولت عليكم، لا تنسون دعم قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء اخوان الكرام، اذا تبون اسوي مقارنة، اجيب جكسار سعودي وجكسار بريمي وحطهم جنب بعض او ورا بعض ونتكلم، هذه فيها كذا هذه فيها كذا، برضو بلغوني، لكن لازم احصل اصوات كثيرة عشان اتحفز لها، اتحمس زيادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.